عليكم. ابن حلال كنت حابب شوفه في موضوع بدي فتحك فيه. ليه ابو قاسم؟ يلا لاي تعال نقعد نحكي. ايه تفضل. يا سيدي شو ناقصك؟ هلا بيني وبينك ناقصني وقلت ما في غيرك يساعدني. مور شو طلبك؟ بدي اتجوز. يسعى خير. مين هي بنت الحلال اللي نمشي لك فيها؟ ما هون مشكلة، أنا ما بعرف حدا، لذلك لجأت لك، قلت يعني بركي تنصحني بشي بنت حلال. هيك عمي، بنات الحلال كتار، بس أنت بدك هيك حرمة مقدرة وتريحك، ما هيك؟ وهذا طلبي. طلبك موجود وعند المختار. عند المختار؟ لك إيه، المختار عنده أخت أرملة من 10 سنين ومقدرة ومحترمة وما عنده أولاد، بعدين ما بيكفي إنها هي أخته للمختار؟ يا سيدي وأنا موافق، بس على الله هي ترضى. لكن بنحكي مع المختار شباك. والله ما كنت عارفان إنه أموري رح تمشي بسرعة. إيه مختار، بما إنه بقينا لحالنا في موضوع بدنا نحكي فيه. إيه تفضل. بدي أطلب إيد أختك مديحة لأبو قاسم صاحب الحمام. أبو قاسم ما غيره؟ إيه سيدي ما غيره. الحقيقة فاجأتني بهالطلب. لك دخيل جمالك أنت يا أصلي. نيالك على الدلال يا بي. طبعا نيالي على هالدلال يا بي. يلا حاجتكم سهر، قوموا عنو. خلينا سهرانين معك يا بي، شو ما عم نشوفك منيح بالها. أي يا بي الله يوفقك، والله نحن كثير عم نشتاق لك، ما عاد شفناك أبدا. وأنا كمان عم بشتاقكم، بدكم ما تاخذوني. بس شغل الحارة كتير. الله يكون معك يا بي. آمين يا رب. الله يسلمكم. يلا حبيباتي عنو، وأبوكم كمان بده ينام. طيب ماشي. قبلني أنا. تصبحوا على خير. وانتو من أهلو. وانتو بخير. وأنا كمان العزيز. مديحة أختي خليكي عاوزي. خير أخي شو في؟ أختي أنت عايشة بيناتنا بهالبيت وأفضالك كتيرة، وأنا مالي حابب إنك تطلعي منه. خير أخي؟ ليش بدك تطالعني من البيت؟ وضح لنا أبو رسمي شو الموضوع؟ في شي عريس لمديحة؟ في شخص اليوم طلبك للزواج، الرجل مقدر ومحترم ومو ناقصه شي. بس أنا ماني مفكرة بالزواج بعد المرحوم يا أخي. وليش لا يا مديحة؟ أنتي لساتك شباب والأكبر منك عم يتجوزوا، بعدين حبيبتي أنتي ما أجاكي ولاد، لازمك ولد. وأنا شايف إنه الرجل مناسب إلك تمام. منعرفه يا أبو رسمي؟ لا من حارة الضبع، واسمه أبو قاسم، استأجر عنا الحمام تبع الحارة، وأنا شايف إنه عمره مناسب إلك تمام. طيب أخي اتركني أفكر. إيه أختي فكري على أقل من مهلي وردي لي جواب.